فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في اخر نص ساعة من الحصة متاعنا اليوم. نواصلوا في استقبال ضيوفنا لاعب سي بي مروان الصحراوي بعد فسخ عقده مع نادي تحول لنادي الاسماعيلي المصري، واحد من افضل الفرق المصرية على الاقل تاريخيا في الفترات الاخيرة، ماهوش نفس المستوى اللي نعرف عليه قبل، برازيل العربة ودراويش كما يحلو الاشقاء المصريين تسميته. خذينا مروان الصحراوي معنا بالتليفون، حكينا على الصفقة متاع الانتقال هذا وعلى رفضه زوز عروض من زوز من اكبر الفرق التونسية. مروان كان فضل الاسماعيلي على الكلوب والسي اس اس. نسمعوا شنو قال مروان وبعد راجعين في فير بلاي. اول حاجه مباركوا لك التجربه الجديده في مصر مع فريق كبير اللي هو الاسماعيلي. مروان يبارك فيك، عايشك الحمد لله. باي احكي لنا كيف جاء صار الكونتاكت مروان، كيف كانوا الاتصالات سهلين صعاب؟ ما تنجم تقول بلوز او موان سهلين، هما ان فيت سليم بولاسنان كان لاهي لي بالشكوى نتاعي. فهمت. Il y a eu un premier contact, vous m'avez amené un premier contact. Donc, bon, je suis un peu plus de temps. 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 Je Ils sont revenus à la charge avec quelque chose de plus sérieux ou plus concret. Donc, je suis des joueurs, que ce soit des joueurs qui ont été joués. وفما برشا فيزيبيليتي وحتى على الجمعية قالوا لي معناها جمعية كبيرة وجمعية فيها عليها برشا عينين وكل دونك والله هيك عليها واحد كيف نقولوا توكل على الله وجا لهنا. انت علاش ترددت من الاول؟ علاش ما حبيتش تمشي؟ انا من الاول قلت بون شو واحد باش يمشي مصر كيما قلت لك على زوبجيكتيف، قلت نقعد شي في تونس وموا بلادي، نقعد في تونس في جمعية كبيرة غادي فهمت، ونقعد قريب من ليكيب ناسيونال وكل. كي جيت ناس قالوا لي خويا حتى لهنا جمعيه كبيره وحتى ليكيب ناسيونال كيف كيف تنجم تتابعك وتنجم تمشي لها وكل. دونك بون قلت خويا وقتها واحد يولي يجي لهنا. شكون سالت؟ نعرفك صحاب انت فرجاني سيسي فخر الدين بن يوسف صحاب، شكون سالت؟ سالتهم الزوز وسالتهم الزوز حتى اللي معناه اللي عندهم علاقه بالكوره اللي نعرفهم وعندهم علاقه بالكوره في زومور فهمت لا بليبار دي جون و معناه لا بليبار دي بيرسون قالوا لي ليجيبت ليجيبت خير فهمت لا بليبار دي بيرسون قالوا لي ليجيبت خير. باهي قبلك فخر الدين بن يوسف مشى باش تلقاه غادي، نتصور يسهل لك الجو حتى في الانتيغراسيون. ها اي لا الحمد لله والله في سمعها في نيفون تيغاسيون بون اللغه واحد صعيبه شويه باش يلاقي روحه في الكتاب الاسلامي، مي فوالا يقعد ديما عربي، تقعد بلاد مسلمه، تقعد بلوز موان لي ميم كولتور معناها فهمت. وزيد مع فخر الدين هنا خويا مش مقصر يرحم والديه، وكيف كوني ديجا احنا فوالا كيف سا فاسيليت كيما قلت انت في اللغة. ما تفرجش مسلسلات مصرية افلام ما تتبعش سهلولك شوية. حدي تونسي انا مروان سمعت فخر الدين بن يوسف عطى فيك كلمة باهية للفريق هذا وحتى هو كان ساهم في الصفقة، صحيح ولا لا؟ والله باش نكذب عليك ما سألتوش، باش نكذب عليك ما سألتوش. احنا قبل حكينا في نعرف اللي سألوه على 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 عباد اخرين فهمت. اما ما انا ما شخصيا ما سالتوش الحقيقه، مش ما نكذبش عليك. باهي قلت ترددت حبيت تلعب في جمعيه كبيره في تونس، شكون كلموك؟ انا نعرف كان السي اس اس كانت مهتمه بيك. هو باهي فاهم كانت فاهم مثلا زاد فاهم لو كلوب فهمت لو كلوب مالوغوزمون وضعيتها ما كانتش واضحه فهمت. دونك من بعد فما سي اس اس اللي سي اس اس كانت هي السبيل اللي معناها اللي كنت متوجه لها اكثر. من بعد كما قلت لك فوالا شوي لايتي فيه من بعد في غدي ديتاي وكل.
ولا حتى خاطر كيما قلت لك حتى كي سالت قالوا لي راهو الشواس فوق شيف لهنا راهو باهي زاد اي حتى السياسيه الجمعيه كبيره زاد علاش علاش ما نمشيش فيها هذايا ما يمكنش فيها حد اي علاش ما مشيتش السي اس اس شنو ما فهمتوش فلوس شنو بالضبط ايه هو كيما قلت لك شنو بروجي سبورتيف وكل فوالا لهنا الكونترا سيتي لهنا كونترا دو ان ان اي دمي فهمت وفوالا معناها قلت لك لو شوا سبورتيف زاد حتى السي اس اس واحد ما ينكرش فيه un bon choix sportif. Hein. Mm. Et d'autres critères, entre guillemets, d'achlo en jeu, qui sont notamment Kalouli, le championnat Masalita, où il est relevé, hein. Mm-hmm. Il est relevé, il a de l'intensité, où il est allé à l'Aïnine, où il est allé à la dernière finale de Champions League, 12 équipes de Masal. Donc automatiquement, il est allé à العباد باش تتفرج اكثر فهمت على الشامبيون المصري صحيح والكلوب علاش الكلوب راني قلت لك خاطر واحد بون كان باش تمشي للكلوب وعندها لانترديكسيون ترانسفير دونك باش تصح غادي تعرف على روحك وقتاش معناها تكاليفي وكل مشكلة فهمت رغم اللي الكلوب معناها جمعية كبيرة وما ينكر فيها حد فهمت نسعد الدريدي نتصور كان عنده ويد خاطر درب قيافك مليح في السي بي اي انا ما ترينيتش عنده مي فوالا هاي صار دو كونتاكت معاه ما ترينيتش عنده مي الناس الكل حكى لي عليه بالباهي امورهم انترينمون وكل فهمت تلعبوا لو 13 ان شاء الله هو الماتش مع نادي المصري ولا وين تكون كاليفيه في الماتش ان شاء الله موجوده بقدره ربي ان شاء الله ان شاء الله شنو هي اهداف الاسماعيلي السنه نعرفوا شويه صعوبات الموسم الماضي شنو هو الفريق نتاعكم السنه؟ ما تتعبش تكون الميور سيزون لا ميور بوسيبل هذاك تباع الاوبجيكتيف هذاك وعندهم الاوبجيكتيف برانسيبال هي الكوبا غابطه خاطر فما دومي فينال اون جانفي وتكون كاليفيه انت بطوله عربيه ولا وين؟ ان شاء الله ان شاء الله نورمال يعني خليهم هما يعملوا في كل شيء فهمت دونك اون فيرا ما خرجتش عليه باش يحضر روحهم ماكسيموم في لونترينمون ما خرجتش من اللون الاصفر وهلا ريت قطعت زدت فيه الازرق شوي باهي ما نطولش عليك نعرف عندك زونجاجمون وين اخر سؤال تطمح للمنتخب بالطبيعة طموح كل لاعب معناها كان الواحد يشوف روحه ينجم ويخلط دونك بالطبيعه يكون طموح هذاك وهذاك لوبجيكتيف برانسيبال ان شاء الله ان شاء الله فما الكوب دافريك جايه وكل دونك هذاك لوبجيكتيف برانسيبال خويا الواحد باش يعطي لو ماكسيموم باش ان شاء الله يرجع معه يعطيك الصحة من وين بالتوفيق ان شاء الله ميرسي بوكو عايشك سلام عايشك سلام يخليك مساء عليكم من جديد في فير بلاي كان هذا مروان الصحراوي لاعب السابق للسي بي اكيد تنجموا تلقاوها الديكلاراسيون بعد على الفيديو في الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس سبور لكن هيك نهايه نذكركم بالنتائج نتاع الجوله الثانيه من المرحله نتاع البراج حاليا ساعه تقريبا لعب في زوز مقابلات اولمبيك سيدي بوزيد منهزم ضد نادي حملان في واحد بلاش هدف نسيم شاشيه والجي اس كا متقدمه على قوافل قفصه واحد بلاش هدف محمد المتيري يعطيكم الكلاسمون الى حد الان حملم في وجي اس كار 4 نقاط قوافل القفصه 3 نقاط واولمبيك سيدي بوزيد دون النقاط بعد شويه في راس بالعربي افضل لاعب في البطوله الاماراتيه في شهر نوفمبر وسط النجوم هذا الكل باش يكون معنا بالتليفون موزيكا ثم راجعين في اخر جزء من